عرفها هو فريق الحمرية الثقافي الرياضي يتوج بالمركز الأول للمجموع العام للميداليات في سباق دبي لقوارب التجديف. الحديث الجولة الرابعة من بطولة الإمارات، حيث سيطر فريق الحمرية على المراكز الأولى في كل الفئات التسعة، وحصن النجوم منتخبنا الوطني الثلاثي حمد المطروشي وأحمد الحمادي ومبارك الياسي على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرد الرجال، والثنائي سارة الأجنف وبشرى إبراهيم على المركزين الأول والثاني في السيدات. طبعا مشاهدينا، هذه النجاحات في مختلف الألعاب تؤكد لنا بأن الرياضة الإماراتية تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود البنية التحتية الكبيرة والمؤهلة بمختلف مناطق الدولة، وكذلك وجود الكفاءات والمواهب التي دائما ما تتألق في البطولات المحلية والدولية. والحديث أكثر عن رياضة التجديف وإنجاز فريق الحمرية الثقافي الرياضي في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات، تنضم معنا لاعبة التجديف في نادي الحمرية الثقافي الرياضي فاطمة خلف. نرحب بك معنا في رياضة المرأة ونبارك لكم هذا الإنجاز. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة الجميلة. الأجواء كانت جدا عادية وتنافسية طبعا، مثل ما تعودنا كل بطولة. المدربة تدربنا قبل البطولة بوقت نجهز عشان نحافظ على مستوانا اللي هو المركز الأول، وطبعا يعني المستوى هو لازم يكون دائما على المركز الأول للنادي الحمرية. نحاول نستمر على هالمركز الأول على المستوى العام. بس كيف كانت البطولة؟ هل فيها صعوبة أو إنه كان عادي الوضع؟ يعني أنتم متعودين ما شاء الله. البطولة الصراحة كان فيها توتر، ودائما هو البطولات بشكل عام يكون فيها توتر، لكن احنا تعلمنا إن التوتر يقتل المتعة. فالكابتن دائما تقولنا إن سووا كل اللي عليكم، عطوا كل اللي تقدرون عليه، وإن شاء الله بتيبون بتحافظون على المستوى إذا أنتم يعني أعطيتوا كل اللي عندكم لين آخر لحظة. فالحمد لله يعني الأجواء دائما تكون حلوة، ونستأنس دائما إن نحن نكون كلنا ويا بعض. يعني الأجواء تكون يعني كيف أقول مختلفة جميلة. شوي غير عن الكرة والسلة والطائرة، يعني هاي الألعاب حلوة وبحر، يعني شيء يعني يرد الروح صدق. صح، الطاقة كلها تطلع من مسكة أصلاً وجودكم ومسكة هذا في البحر، يعني شيء يكون جديد وحلو. وكل بطولة يعني كل بطولة لها مثلاً مشاعر ثانية، كل بطولة ناخذ فيها مثلاً تجربة جديدة، شيء نتعلم منه جديد. يعني مو هي بس بطولة بسير وبيب فيها مركز، لا، نحن نعيش أجواء التنافس، خاصة التنافس يعني تنافس كيف بصعوبة يعني. فاطمة، اليوم من هو الحافز اللي أو ما هو منه الحافز اللي شجعك على ممارسة رياضة التجديف؟ اليوم رياضة التجديف يمكن احنا نشوفها يعني مش سهلة، يبالها طاقة يبالها لياقة. للأمانة أمي وأبوي هم الحافز يعني الأول والأخير، من بعدها زميلاتي هم اللي شجعوني ورحبوا فيني. معني أنا جاية في فترة وايد يعني على آخر قريب يعني في نص الموسم، بس والله ما يعني ما قصروا، وهم اللي كانوا يعني يساعدوني، ونوعا ما يعني هم اللي خففوا عني توتر خوف من يعني الغرق. يعني أنا ما كنت أخاف مثلا إني أغرق ولا أخاف شوي من البحر، بس هم كانوا وايد وياي، والكابتن بعد ما كانت يعني تقصر، حتى المدرب، هم اللي خلوني استمر في هاللعبه واعطوني دافع كبير يعني محفز كبير اني انا استمر. جميل. اليوم شو هي الصعوبات اللي يمكن تواجه لاعب التجديف او لاعبه التجديف، خاصه ان احنا نكون في وسط البحر، يمكن الموج يكون يعني مثلا في هالوقت غير، فشو الاشياء الصعوبات اللي واجهتوها؟ الامانه في هالوقت غالبا يا ان نحن نتجنب ندخل البحر، او المدرب هو يكون معلمنا طريقه كيف نوازن نفسنا في الماء، تقليل خطوره يعني ان نغرق او يصير فينا اي شيء. واذا مثلا عندنا سباقات في هالاوقات ناخر موعد زمن السباق لما تخف الحاله الجويه، او لين ما او ناجلها اذا الموضوع استمر يعني فتره طويله. وفعلا هالشيء صار عندنا في بطولة قريبة، كانت فجأة تغير علينا الجو ونحن يعني توترنا وعشنا حالة رعب، يعني رياح قوية كانت مو بسيطة أبدا.
فالكابتن الحمد لله طمنا وقالنا بنأخر بس موعد السباق وعادي عقب بنكمل، والحمد لله كملنا ويبنا مراكز بعد حلوة. وطبعا المركز الأول كان لنا بعد رغم صعوبة المنافسة. اليوم ما شاء الله دائما يوم نشوف اللقطات أنتم ما شاء الله يمكن مجموعة لاعبات متميزات في هذه اللعبة، كلمينا على كيف تكونون مع بعض أنتم كفريق اليوم؟ نحن كفريق مش بس فريق، نحن كعائلة ونسند بعض ونخفف عن بعض التوتر، نخفف عن بعض مثلا ضغوطات نفسية، دائما ويا بعض نساعد بعض، حتى المعلومات أو مثلا الملاحظات اللي نشوفها على بعض دائما نذكرها لبعض، مثلا اليوم أنت لعبتي شيء، اليوم أنت سويتي شيء، ما في بيننا مثلا روح اللي لا أنا ما بتكلم ما بقول، مع بعض يعني كلنا بينكم يعني علاقة كبيرة. هي وأيضا أن هاي اللعبة أنا أشوف أنها تحتاج تعاون كبير. هي التعاون أهم شيء، وايضا نحن مو بس ويا بعض في النادي، يعني العلاقه من كثر ما هي قويه حتى نحن نطلع مع بعض برا، يعني عقب ما نخلص مثلا التمارين نطلع ويا بعض نطلع نستانس، فهو النادي سبب لنا يعني تجمع وتعرف، يعني تعارف على مثلا ناس جديده واحتكاككم كله مع بعض. هي جميل. اليوم لو نتكلم عن دعم النادي كيف يكون؟ النادي ما يقصر ويانا بكل النواحي، ماديا معنويا نفسيا، بدءا من رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأيضا المدربين والمشرفين، من كبيرهم لصغيرهم كلهم يعني ويانا دائما، هم الدعم الأول لنا ويحضرون لنا تمارين أيضا. جميل. يشوفون لعبنا وين وصل، شو قاعدين نأدي نحن اليوم، فها الصراحة يعني دعم كبير، دعم كبير جدا لنا. جميل. إذا فاطمة خلف لاعبة التجديد في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، شاكرين أن تواجدت معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله دائما نشوفك بطلة متميزة. إن شاء الله. يعطيك العافية.